السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معنا في مقطع جديد. اليوم إن شاء الله سوف نخدم معكم النص صفحات 178 و179، المستوى الخامس ابتدائي. دوك نبدأ. لي تران يعني القطارات. Pour se déplacer, من أجل التحرك, l'homme a inventé plusieurs moyens de transport. إنسان اخترع عدة وسائل للنقل. Parmi eux, ومن بينها, il y a les trains. من بينها يوجد القطارات. Qu'est-ce qu'un train? يعني ما هي أو ما هو القطار؟ C'est un moyen qui assure le transport de personnes que de marchandises sur une ligne de chemin de fer entre deux ou plusieurs lieux. يعني هو وسيلة للنقل من أجل نقل الناس والبضائع في خط السكك الحديدية وفي أكثر من مكانين مكان أو أكثر من مكان. Le premier train date de 1084 en Angleterre. يعني أول قطار صنع في سنة 1804 في إنجلترا. À l'intérieur d'une ville, on utilise le métro ou le tramway. يعني داخل المدينة نستعمل المترو والترامواي. La composition d'un train, يعني مماذا يتكون القطار؟ Un train se compose, يعني القطار يتكون d'une locomotive qui assure la traction de la rame. يعني هو قاطرة هي قاطرة عبارة عن قاطرة تحمل القطار. Deux voitures pour le transport des personnes. يعني هي سيارة سيارة من أجل نقل الإنسان. De fourgons pour différents services comme le transport de colis ou de bagages. إذا هادو يعني تكون كذلك من حافلات لنقل الأمتعة ونقل الطرود. دو باغون بور لو ترونسبور دي مارشانديز، وعربات كذلك لنقل البضائع. لي تران لي بلو رابيد، يعني القطارات الأكثر سرعة. لي ريكورد دو فيتيس دي تران لي بلو رابيد دو موند سون، يعني سجلات السرعة للقطارات الأكثر سرعة في العالم هي 603 كيلومتر pour le train grande vitesse du Japon. يعني 603 كيلومتر في الساعة بالنسبة لأكبر قطار والأكبر وأكبر سرعة في بلاد اليابان. 575 كيلومتر par heure pour le TGV en France. يعني 575 كيلومتر في الساعة بالنسبة لمحطة القطار في فرنسا. 501 كيلومتر pour les trains à grande vitesse de Chine. يعني 501 كيلومتر في الساعة بالنسبة للأكبر أكبر قطارات قطارات الأكثر سرعة في بلاد الصين. Les trains facilitent le déplacement à l'intérieur du pays. يعني القطارات يسهلون عملية النقل في البلدان. En 2018, le premier TGV marocain reliera Tanger à Casablanca. يعني في سنة 2018 أول محطة قطار سوف تربط بين مدينة طنجة ومدينة الدار البيضاء. En 2 heures 10، يعني في 2:10 contre 5 heures aujourd'hui à la vitesse de 320 كيلومتر باغ. يعني سوف تربطها في 2:10 عوض 5 ساعات اليوم بسرعة 320 كيلومتر في الساعة. إذا نشوفوا الأسئلة. D'après le titre, les sous-titres et l'image, de quoi le texte va-t-il parler؟ يعني من خلال أو بعد عنوان النص وترجمات عنوان النص والصور أو الصورة اللي كاينة في النص، علاش هاد النص يتكلم؟ إذا نشوفوا السؤال الموالي. دو كومبيان دو بارتي سو كومبوز دو تكست.
يعني شحال من بارتي كيتكون منها النص، شحال من فقرة في النص. إذا نزوج الجواب، السؤال الأول: لو تيكس بارل دي تران دون لو موند، يعني التيكس يتكلم عن قطارات العالم. دو كومبيون دو بارتي سو كومبوز لو تران، يعني لو تيكس يعني شحال من فقرة كتكون التيكس. لو تيكس كومبوز دو 4 بارتي، يعني 4 فقرات. سؤال رقم 3: par quel mot commence l'introduction، يعني شحال من شحال من لا شنو هي الكلمة اللي تتبدأ بها l'introduction، يعني المقدمة. سؤال رقم 4: par quel mot commence la conclusion، la conclusion يعني شنو هي الكلمة التي تبدأ بها خاتمة النص. شوفوا الجواب: pour se déplacer هي كلمة تبدأ بها المقدمة، ولي تخام فاسيلات لو ديبلاسمون هي الكلمة التي تبدأ بها خاتمة النص. إذا نشوفوا الأسئلة الموالية: جو ريفليشي سير لا فورم دو تيكس، يعني حول شكل النص. لي لو تيتخ دو تيكس، نقرأ عنوان النص. عنوان النص كما تعرفون هو لي تخام، القطارات. كومبيان ياتيل دو سو تيتر، يعني شحال من ترجمات لعنوان النص. اذا نشوفوا شحال من ترجمات اللي كاينه. كاينه تراموي، فاغون، مترو، يعني كاينين 3 تراموي وفاغون ومترو، هادو كلهم يعني ترجمات لعنوان النص اللي هو لي تران. دو كيل تيب دو سو تيكس ساجيتيل، شنو هو نوع النص. سؤال رقم 8: كيس كي لو مونتر، شنو هو الدليل. سيغ لو فون دو تيكس، يعني بالنسبه لخلفيه النص. اكوا سيرفون لي تران، شنو هو الدور ديال لي تران، او شنو هما هاد لي تران. اذا نشوفوا السؤال رقم 7، الجواب ديال السؤال رقم 7: لو تيب دو تيكس انفورماتيف، يعني معلوماتي. كيس كي كيسكو لو مونتر، يعني شنو هو الدليل. نجيب الدليل يعني علاش هاد النص هو معلوماتي. باسكو سو تيكس كونتيي دي انفورماسيون، يعني لان هذا النص يحتوي على معلومات. باسكو سو تيكس كونتيي دي انفورماسيون سور لو فون دو تيكس، سور لو فون دو تيكس يعني حول خلفيه النص. اكوا سيرفون لي تران، شنو هما لي تران. سي تا موان دو ترونسبور دي جون او دو مارشانديز، يعني هما وسائل لنقل الناس وكذلك البضائع. او بيان سي تا موان دو ترونسبور دي بيرسون او دو مارشانديز. اذا نشوفوا السؤال رقم 10: كي سون لي موان دو ترونسبور اتيليز اون فيل، يعني اشنو هما هذوك الوسائل النقل اللي كنستعملوا في المدينه. كاينه في النص لي مويان دو ترونسبور اتيليزي اون فيل سي لو مترو او لو تراموي. كيل سون لي بارتي كي كومبوز ان تران، شنو هما الفقرات اللي كيتكون منها قطار. يعني راها في النص، غنكتبو ان لوكوموتيف اللي هي القاطره، دو فواتير سياره، دو فورغون شاحنات، دو فاغون عربات. كو فاسيليت لي طرا، شنو كيسهلوا هاد لي طرا قطار، شنو كيسهلوا. لو ديبلاسمون ا لانتيريور دي بي، يعني كيسهلوا التحرك ا لانتيريور دي بي، يعني داخل المدينه. وبهذا احبائي غنكونوا انتهينا من الصفحات 178 و179. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، وشكرا، إلى اللقاء.